أنا أعتقد أنه قرار التمرد على رغبات طهران هو ربما أخطر وأصعب قرار تتخذه هذه الميليشيات. يعني الميليشيات تعودت أن تتمرد وتبلطج إذا صح التعبير حتى على الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. رأينا هجمات صاروخية على السفارة الأمريكية وعلى القواعد الأمريكية. أما أن تتحدى الإرادة الإيرانية فهذا ليس سهلا. أنا باعتقادي أنه من رمى صاروخ اليوم هو ربما فصيل لم يتفق حتى مع بقية الفصائل على الموضوع. هو رمى صاروخ لا يعرف ماذا يفعل به، لا يعرف أين يتوجه. الرمية هذه تدل على ارتباك أكثر مما تدل على تصميم. وطبعا أنا أدرك تماما، يعني أقدر تماما ثقل وعظم التحدي الذي تمارسه الفصائل الآن برمية الصاروخ اليوم. هي تغامر بشيء كثير. طبعا طهران تلتزم الصمت نهائيا حيال الموضوع، وأنا أعتقد أن هذا يبحث الآن يعني على أعلى المستويات، وربما سيتبين خلال الساعات القليلة القادمة أو الأيام القليلة القادمة مواقف جدا متباينة حيال الاتفاق الأمريكي. يعني ربما فعلا سيكون هناك أناس، وأنا أتوقع هناك أناس في داخل الفصائل هذه أذكياء بما يكفي لكي يكبحوا أنفسهم تنفيذا لرغبات طهران، وأناس حبقى كل ما يفكرون به هو يعني ليس أبعد من أنفهم، ليس أبعد من جيوبهم الحالية، وربما سيتحدون أو سيفكرون بتحدي الموضوع هذا. فبالتالي أنا أتوقع خلال الفترة القادمة، الساعات القليلة القادمة، ربما يوم أو يومين، ستتضح الأمور أكثر فأكثر من الذي ينوي أن يتحدى فعلا الرغبات في المنطقة، ومن الذي سيكون عاقلا بما يكفي لكي يلبيها وينفذها وصولا إلى تحقيق الاتفاق النهائي حول الانسحاب الأمريكي من العراق.